تخيل رونالدو وميسي واللعيبه كلها في الملعب بس ما فيش حارس وما فيش جوان، بيبصوا بس، وقت بيضيع على الفاضي، الجمهور بيشجع هي بس ما فيش جوان، حكام وجماهير وفلوس بتدفع ووقت بيروح وحياه بتمشي ووقت بيضيع والحياه كلها ماشيه عندك من غير اي هدف. الحياه من غير هدف اتس ناثينج ناثينج. اكبر شعور بيجي للانسان هو الملل، عشان انت مش عارف انت صح ليه، مش عارف انت عايش ليه اصلا، مش عارف انت عايز ايه، انت عايز تعمل ايه، نفسك توصل لفين، نفسك تعمل ايه في حياتك. القرار قرار.